مباشر من ميدان المرموم 5 كيلومترات. التنافس والتحدي سيكون حامي حتى خط النهاية. نرحب بكل الحاضرين المتابعين من الجميع، كذلك من المتابعين امام شاشة دبي ريسينج. البداية والموقع الاول للحول في هذه اللحظة، نذهب الى الشاهينية التابعة لهجن العاصفة، حيث تتقدم اول مشاهد السباق في هذه المنافسات مع المضمر غياث الهلالي. بينما في المركز الثاني تتقدم وصايف، تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يضمر المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. انتقل الى المركز الثالث، الشاهينية التابعة لهجن العاصفة تتقدم على المركز الثالث بقيادة غياث الهلالي. ايضا المركز الرابع، هنا تتواجد وتنضم الى القافلة الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. المركز الخامس، وصول من الشاهينية، هجن سيح السلم ياتي في عملية التضمير والتدريب، عبد الله بن ثعيلب الهايري في هذا المسار. انتقل للمركز السادس، والشاهينية التابعة لهجن العاصفة، بينما في التضمير والتدريب غياث الهلالي. شقرة تتقدم الى المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها محمد بن سعيد بن حلوة. بينما في المركز الثامن، المركز الثامن هذه دومة تعود ملكيتها لهجني سيح السلم. بينما في التضمير سعيد بن عبيد بن مرشد يحتل هذا الموقع ويسير الى المركز الثامن. المركز التاسع الكايدة لهجني سيح السلم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك من مرخان ياتي في المركز التاسع، وافراح تتواجد على المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. هكذا هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة الاولى. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات. أعود بحضراتكم إلى البداية وإلى هجن العاصفة المنضمة إلى مقدمة الشوط، الباحثة عن انتصارات، الباحثة عن سجلات ذهبية من ذل أزل، حيث تتقدم وتقدم الكثير من هذه الأسماء. الشاهينية الآن مسيطرة على مقدمة الشوط وتسير بخطى ثابتة نحو المركز الأول ونحو الانتصار بقيادة المضمر غياث الهلالي. بينما في المركز الثاني، المركز الثاني تتواجد وصايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، ويضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتواجد على المركز الثاني. النقلة إلى الشاهينية في المركز الثالث لهجن العاصفة، وأيضا المركز الرابع الشاهينية هنا لهجن العاصفة ثالثا ورابعا، وياتي المضمر غياث الهلالي على هذه المتابعة وللمتابعة. بينما في المركز الخامس، الشاهينية من هجن سيح السلم في تضميرها عبد الله بن ثعيلب الهاجري، انضمام آخر وتواجد وتقارب من هذه الأسماء. هذه الدومة لهجن سيح السلم، ياتي المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد يتقدم إلى المركز السادس. المركز السابع، شقرة قادمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير. ويضمرها محمد بن سعيد بن حلوة تتواجد على المركز السابع. المركز الثامن، قدوم في هذه اللحظات من الشاهينية لهجن العاصفة تتواجد مع المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. نشاط كبير، تحدي مثير، أسماء عملاقة إلى مقدمة هذا الشوط. المقدمة
أعود إلى الشاهينية لهجن العاصفة، أعود إلى الشاهينية لهجن العاصفة وهي المسيطرة المتقدمة ما شاء الله. المركز الأول هذه اللي أمامكم تسير وتبحث عن انفراد كامل وكلي للعاصفة وهجنها مع غياث الهلالي. دوما بدأت الآن في الاقتراب، دوما بدأت في الاقتراب من خلال هذه اللحظات وتسير إلى المركز الثاني بتعود ملكية الهجن سياح السلم، يضمرها ويتابعها سعيد بن عبيد بن مروشد الآن يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية بشعار العاصفة وهجنها مع المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع شقرة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر محمد بن سعيد بن حلوة. أعود إلى لائحة الكيلو الأخير، الكيلو الأخير والمقدمة للعاصفة، المقدمة للعاصفة في هذه اللحظات الشاهينية تتواجد على قمة الشوط، على قمة الشوط هجن العاصفة مع غياث الهلالي. دوما تحاول في المركز الثاني لهجن سيح السلم سعيد بن عبيد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب. كذلك العاصفة قادمة في المركز الثالث مع غياث الهلالي. المركز الرابع، المركز الرابع شقرة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ولكن العاصفة، لكن العاصفة، لكن العاصفة مسيطرة على المركز الأول، تقدم كذلك المركز الثاني. ودوما دوما 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 من الجانب الآخر، لكن الشاهينية لهجن العاصفة من تحمل الرقم واحد بدأت تتسلل إلى الرقم واحد، إلى المركز الأول، إلى ناموس هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. هجن العاصفة إذن تتقدم، تتقدم هذه اللي أمامكم، هذه الشاهينية تسير مشاهدين الكرام إلى ناموس هذا الشوط. أول استطلاعات هجن العاصفة مع الشاهينية في المنافسات وفي التحديات ما شاء الله تبارك الله. إذن الشاهينية أول الأشواط يذهب لهجن العاصفة وجماهيرها ومحبيها وكل من يتابع هجن العاصفة ويضم إلى المتابعة والتشجيع هذه هجن العاصفة إلى المقدمة وإلى الناموس. تهانينا لمالك هجن العاصفة وإلى المضمر كذلك غياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هجن العاصفة يأتي على المركز الثاني مع الشاهينية. المركز الثالث شقرة لهجن سيح السلم، أو هذه دومة في المركز الثالث لهجن سيح السلم. المركز الرابع شقرة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس أيضا تتواجد الشاهينية بشعار هجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة في هذه الانطلاقات. عودة إلى التوقيت 5:07 ونتابع هنا لحظات الوصول 58 ثانية 4 أجزاء من الثانية. ثاني لهجن العاصفة وإلى غياث الهلالي. المركز الثاني 7:59 ثانية و4 أجزاء من الثانية الشاهيني لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. بينما في المركز الثالث كانت دومة لهجن سيح السلم، قطعت المساوي 7:59 ثانية و4 من الأجزاء من الثانية وبقيادة المضمر سعيد بن عبيد بن مروشن. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد